سليمان فرنجي قال فيه انه نتمنى للدول والشعوب التي تضررت ما بيعرف جراء اساميهم، الزلزالين. بعرفش اسمه، مش حافظ اسمه هو يعني. معقول لغايات رئاسية ربما برأيك؟ شو الرئاسة؟ أنا بديش رئاسة، أنا بدي رئيس يكون واضح، بدي رئيس إذا عنده موقف أصلا اللي بده يجيبه، بده يجيبه لإنسان عنده علاقات تاريخية بسوريا، عنده علاقات تاريخية مع القوى الوطنية. يعني انت بتقولي بدل، يعني اذا بنقارن سليمان فرنجي بجبران باسيل، من هو الاجدر بهيك منصب؟ أكيد جبران. جبران باسيل؟ إيه لما بيجي بينقال لي بيشتغل 22 ساعة بال24 وما بينام، مش هيك؟ لا هو بينام ولا بيخلي طب الان يكون معاونين عهده انه تأ... ينام. تكرار جد لو بينام ولا بيخلي حدا ينام؟ يعني يا ريته نام 6 سنين، شو كان ريح الشعب اللبناني؟ يعني بدك رئيس علاقته منيحة بالقوى الوطنية انت بس، ما هيك؟ لا حبيبتي، نحن بدنا رئيس يكون عنده افضل العلاقات مع سوريا، بس كمان بدنا افضل العلاقات وعلاقات مميزة مع الخليج وخصوصا السعودية. عم نعوي، اذا انت مزبطة حالك مزبطة وضعك، نحن لا، ما بقاش معنا ناكل. بعدين جبران جاري كيف تقول لواحد ما يزن ما معك بشرة خليل؟ مش حيلا حدا محامية لامعة وبتلقن دروس كمان؟ ايه لبنان دبيت بشرة خليل تلقن سليمان فرنجية درسا. شرفكم يعني لبنان دبيت، خبروني انه بشرة خليل شو بدها تعلمه لسليمان فرنجية؟ تعلمه كروشيه مثلا؟ شو بدها تعلمه؟ مش لانه مره يعني، بس انه محامي جرت علمه. مشكله اذا علمته المحاماه مثلا بيودي موكلين وعلى المشنقه يحرق حريشك، ما عرفت تجيبي له مؤبد مع شغل شيء على صدام حسين دغري عليه على المشنقه. لا بس المحكمه كانت مدبره، مدبر لشو افتي محامي عنه؟ وموكلك الثاني ابن القذافي لحو مكبوب هون بالسجون اللبنانيه، روح اسالي عنه لحيله ملفه بدل ما تطلع ثلاث التحكي وتسوق لجبران بيصير على التلفزيونات، تقعدي تخبرينا اذا بترقص ولا ما ترقصي. لك احتراما لك شلت لك الارقام كله، حطيت لك بلك بوكيه زهور هيدي لإلك. هيك هلا انت عن جد بترقصي ولا ما بترقصي؟ انه اذا كنت وحدك هيك مع اخواتك بالبيت بالعائله حطوا سير على طول ترقصي. بعدين حضرت المذيع مع احترام لك، يعني جبران بيصير ما بيقارنوا مع سليمان فرنجيه مع اي شخص بالسياسه اللبنانيه. بدك تعمل مقارنه بين جبران بيصير بتقول شو رايك جبران بيصير اما لوسيفوروس مثلا، جبران بيصير اما ابليس؟ يعني بين سليمان فرنجيه وجبران بيصير اين السره من السريا؟ واحد صادق واحد كذاب، واحد نكدي واحد هني، واحد الغائي وواحد بيتقبل الاخر، واحد طائفي وواحد وطني، وهم من كل هولي واحد بيخلوه وواحد ما بيخلوه. هيدي بحيره بنشعي مكلفه 250 الف دولار، وهيدي بحيره المسيلحه مكلفه 76 مليون دولار. قومي تعملوا القصه يا صبي، اشبكي ايديكي بايديكي.